عمار بيتكلم عنه ازاي، ومش عمار بس، عمار ومصطفى محمد ومحمد صبحي وامام عاشور كلهم بيتكلموا عنه. انا شفتهم امبارح في فيديو وهم بيتكلموا عن رمضان صبحي بمنتهى الود والحب. سمعته عمار حمدي وهو بيتكلم بيقول لك انا ما بقعدش غير مع محمد صبحي ومصطفى محمد. هو ده، هو هي دي الروح اللي عايزينها تسود خلال الفتره اللي جايه. هو ده اللي احنا بنسعى دايما من خلال قناه النادي الاهلي. انا ماليش دعوه باي حاجه تانية، بتكلم على قناه النادي الاهلي. قناه النادي الاهلي دائما ما تسعى الى عدم وجود عصبيه في التشجيع. اتعصب على فرقتك براحتك، فرقتك واللي هي الحاجات البسيطه اللي بتحصل دي حاجات طبيعيه جدا. ملعب كره القدم لتشجيع كره القدم فقط، ملناش دعوه باي حاجه تانية. هل بعد ما شفنا 80,000 متفرج متواجد في استاد القاهره ازاي هنسمح لنفسنا خلال الفتره اللي جايه؟ احنا، انا بتكلم على الجمهور، انا بتكلم على الجمهور، ازاي انت كجمهور هتسمح لنفسك ان انت تعمل حاجه غلط تاني علشان تبعد عن الملعب تاني او تبعد عن المدرجات تاني؟ وانا عارف ان انا لما باجي اتكلم كده في ناس بتزعل مني، بس انا بحاول ان انا نفسي اشوف الملعب مباريات الاهلي القادمه 70,000-80,000 متفرج في استاد القاهره او استاد السلام. هو ده اللي احنا عايزينه خلال الفتره اللي جايه. عندنا طاقة إيجابية كبيرة جدا خرجنا بيها بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، عايزين نكملها بقى من ناحية اللاعبين. نشوف بكرة ماتش حلو إن شاء الله مع النادي الأهلي، هنتكلم الساعة ونص اللي جاية عن مباراة النادي الأهلي والجونة. فأتمنى إن احنا نشوف ده خلال الفترة القادمة، لأنه الجمهور المصري هو سر فوز مصر دائما بأي شيء، بأي شيء الجمهور المصري.